وصلنا بقى للمطبخ واحنا بقى عايزين نتدفى وعايزين ناكل ونشرب حاجات حلوه وجميله، فهنتعلم نعمل عصير حلو وكمان هنعمل شوربه خضار لذيذه جدا جدا جدا. مين بيساعد مامته في المطبخ؟ انا. انت بتعملي ايه يا رغد؟ بعمل رز، بعمل بيض، بعمل يا ولد، بعمل مكرونه. نايس. بعض الاوقات اوكي. بعمل سموذي. سموذيز. نايس. وانت بتعمل ايه؟ لا انا ما بعملش، انا باكل. طب بتغسل المواعين؟ ساعات. طب بتشيل السفره مع ماما؟ ماشي. طيب احنا النهارده هنعمل عصير من العصائر اللذيذه جدا، مش سموذي، عصير عادي. عصير ايه ده؟ مين يعرف ايه ده؟ افوكادو. افوكادو. مين عارف بقى فوائد الافوكادو؟ قولوا لي. بيقوي القلب. في فيتامين سي، بيقوي القلب، في حديد، وايه كمان؟ مفيد قوي قوي. في مغنيسيوم. ايوه. وايه كمان؟ حد عارف؟ انا سايباكوا تعرفوا. في بوتاسيوم. بصوا هو في حاجات كتير قوي. افوكادو ده يتحط على السلطه، يتشرب عصير، فايدته خطيره. فانا هسيبكوا تحطوا لي الافوكادو في الخلاط عشان لازم اجهز برضو حاجه هنستخدمها للشوربه بعدين. ممكن تعملوا كده؟ انا هجهز المرقه بتاعتي عشان احنا عايزين نعمل شوربه خضار، فانا عندي مرقه لحمه جاهزه عايزه اسخنها عشان تبقى جاهزه لما نيجي نعمل الشوربه. بس كده. ايوه. بس نسيبها تسخن عشان نعرف نستخدمها في الشوربه بتاعتنا. طيب خلصنا ده، تعالوا بقى نرجع تاني للعصير. انا كنت بعمل حاجه عشان نعملها في الاكل. عملتوا ايه يا شباب؟ حطيت افوكادو. افوكادو. وايه كمان هنحط؟ ايه كمان؟ لا ايه؟ باودر ميلك. صح، باودر ميلك، لبن بودره. برافو جدا. نحط ايه؟ معلقتين ثلاثه مثلا. اتفضلي. يلا. واحد، اتنين، واحد، ممكن واحده كمان. طبعا لبن عادي ممكن، ولو ما عندكوش لبن عادي لبن باودر هيبقى جميل في العصير ده. سكر. يلا حط سكر. كم مكعب سكر كده؟ خلي بالك الافوكادو مش مسكر قوي، فنزل شويه سكر. اي سوري، ممكن تنضف اللي انا عملته ده، انا اسفه. في الباسكت جنب. حلو قوي كده، حلو قوي كده. ماشي. الله، هنا هات المناديل. يلا يلا بسرعه بسرعه. ما بتساعدش ماما في طبخ، تتعود بقى تبقى ورا ماما كده تنضف بقى ايه لما يحصل حوادث زي دي. بسرعه بسرعه بسرعه. طيب فاضل ايه؟ نحط ميه. ميه طبعا عشان اللبن. ايوه كده. يا سلام على الشطاره، شطاره الولاد والبنات الامارات اللي معانا. بس كده حطينا ميه. فاضل نعمل ايه؟ نخلط. نخلطه، نعمل بلندك. اهو كده اهو، وكده اهو. شكرا يا استاذ. مين هيفتح الخلاط؟ يلا رغد. ايوه. حماس قوي صح؟ مين عايز يدوق؟ وانا كمان. يلا اقفله بقى. حلو قوي الكلام ده. بقى عصير عصير. هندوق ولا هنعمل ايه؟ قولوا لي هندوق ولا هنعمل ايه؟ هندوق. هندوق وندوق كمان الناس. عمايل ايدينا الحلو. مين هيجرب يعمله في البيت؟ سهل قوي صح؟ اه. مين هيجرب يعمله في البيت؟ انا. انا مش عايزه اقول لكم، هو العصير ده فيه كميه طاقه، يعني مع الفيتامينز اللي فيها كمان بيدي طاقه رهيبه. ممكن نشربه قبل المدرسه، قبل اي تمرين. مفيد قوي 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 ان هو يبقى موجود في فطارنا، في عشانا، في غدانا. ايه رايكم تدوقوا يا حلوين؟ دوقوا كده. حلو قوي. ها. هتعملوه؟ هتعملوه في البيت؟ طب حلو قوي 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 كده. اتعلمنا ازاي نعمل عصير افوكادو باللبن. يلا بينا نخش على اللي بعده ونشوف هنعمل شوربه خضار ازاي. روحوا دوقوه بقى لطنط وانكل، وتعالوا لي يا يوسف ويا ليلي. هنعمل ايه النهارده يا ولاد؟ هنعمل ايه؟ شوربه خضار. شوربه خضار، انت سمعت وعرفت. طيب شوربه الخضار بتاعتنا هنعمل ايه بقى؟ الخضار اللي احنا مجهزينه ايه ده؟ ده شكله خضار. لا دي ايه؟ دي شوربه خضار؟ لا دي ايه؟ انت قولي دي ايه لليلي. مش عارفين؟ معقوله دي ايه؟ فاصوليا. فاصوليا. ايوه. ودي ايه؟ جزر. جزر. وده ايه؟ طماطم. شاري توميتو. ده ايه؟ كوسه. 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 وده ايه؟ كوسه برضه. بطاطس. بطاطس متقطعه.
طبعا عندنا بسله، عندنا بصل، عندنا اي نوع من انواع الخضار نقدر طبعا طبعا نضيفه لشوربه الخضار. طيب هنعمل شوربه الخضار بتاعتنا ازاي؟ انا محضره مرقه حطاها من بدري، او محضره بمعنى اصح شوربه لحم. ماما بقى لو عملت لحمه في يوم تقول لها سيب لنا شويه شوربه عشان نعملها تاني يوم اعمل لكم شوربه خضار حلو. تمام. وتقوموا مجهزين الخضار ده واي خضار عندكم زياده بتحبوه طبعا. تمام. وبعدين هنعمل ايه؟ احنا الشوربه بتاعتنا اوريدي ابتدت تغلي اهو، ريحتها حلوه. حاجه حلوه ريحتها حلوه قوي صح. اه. طيب يلا مين هيحط الفاصوليا؟ انا. استنى واحد واحد حط. يلا يا يوسف. ها اضرب ما تقلقش. يلا مين هيحط الكوسه؟ انت. حطي الكوسه. حطي الكوسه. بعدين بقى انا هحط الجزر بقى. حط البطاطس. بطاطس. انا هحط البطاطس. حط الجزر. يا سلام. حطوا كل الحاجات اللي قدامكم. ماشي. ايه كمان؟ بطاطس. طماطم. ماشي. طبعا حط ده. طماطم. ده ايه ده بقى؟ ده كرفس. لا عندي كده زي ال... لا ايوه ايوه ده كرفس. طب ده. اوكي ده استنى بقى استنى نقلب تقليبه الاول قبل ما نحط ايه المرقه بتاعتنا. ثانيه واحده. ايوه انا هقول لكم حاجه حلوه قوي. كل واحد يقلب واحده. انا هقلب اهو. الشوربه بقى يا جماعه مفيده جدا، وبالذات طبعا هو في اي وقت في الشتاء بتدفي ده اولا. ثانيا فيها الياف، والالياف بتحافظ على الامعاء، بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم والسكريات كمان في الدم، بتحافظ بقى على الوزن، وبالذات شوربه الخضار بتحافظ على الوزن جدا. اللي بيحب يعني يبقى بيحب ياكل اكل صحي يبقى هيلثي يبقى بيعمل دايت، دي بقى ما اقولكوش. شمين ريحه الكرفس يا ولاد. اه كرفس على الشوربه بيعمل شغل عالي جدا. طيب هننزل بالمرقتين بتوعنا، او مرقه واحده كفايه عشان هي اوريدي في لحمه. شويه ملح بقى طالما حطينا مرقه، ملح خفاف قوي 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 كده، وفلفل. يلا والله ما هكسفك حط الفلفل اللي معاك وبس. ونقلبها ونسيبها ونسيبها بقى، واول ما تغلي نقوم موطين النار عليها وقافلينها. طبعا هي اوريدي كانت بتغلي فاحنا نوطي النار عليها، بس عشان ما نستناهاش انا عامله لكم شوربه يامي اتعملت بنفس الطريقه بالظبط عشان ندوقها. ايه رايكم تشيلوا الحاجات اللي احنا مش محتاجينها؟ طيب نقفل بس البوتاجاز هنا اهو. ايوه نجيب بقى الاطباق بتاعتنا الحلوه عشان تدوقوا بقى طعامه الشوربه. معالق كل واحد معاه معلقته ولا ايه؟ لا معيش معلقه. يلا معلقه. عرفتوا عملناها ازاي صح؟ سهله قوي ولا سهله نص نص؟ سهله قوي. طيب خد انت الاخضر وانا الاصفر عشان ايوه ماشي عشان انت كنت في الفريق الاصفر. يلا يا ستي. كنت انا لما زلت في الفريق ما زلتي صح. شكل معلقه حلوه بس الرحله بتخلص بقى. شمين يا ولاد. لازم اشمش حاجه في الشتاء بقى ايه دفي قوي. ايوه حلوة قوي كده. يلا يلا. الله الريحة دي. الله ريحتها حلوة. ريحتها حلوة قوي. الكرفس يا ولاد والخضار كل ما نزود خضار ريحة طعم زي الملح شوية. ملح شوية؟ ايوه ريحتها حلوة. اندومي. يلا بينا ندوق الشوربة وقولوا لي رأيكم ايه يا ولاد؟ هي اكيد سخنه. هي سخنه طبعا ما انا قاعده بغليها لكم. انا هدوق معاكم. يا لهوي طماطم جميل. الله 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 طعمها ايه يا ولاد؟ جميل موت. جميل موت صح؟ هتعملها في البيت؟ ماشي. ماشي؟ عرفت هتعمل ايه؟ لما ماما تبقى عامله لحمه قول لها سيبي لي شويه شوربه يا ماما. اوكي؟ هتعمليها في البيت؟ حلوه قوي 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 قوي، بتدفي، ديليشس، لذيذه، مفيده، وتعلمنا ازاي نعملها بسهوله رهيبه. وبكده يبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا. مبسوطين يا ولاد؟ قوي 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 يعني. أوي. طب الحمد لله. هنروح بقى نغني اغنيه حلوه كده وننهي الرحله بتاعتنا، بس اقول لهم دلوقتي ايه؟ باي.